إذاعة صوت العرب من أمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. إعداد مجدي فكري. تقديم ياسر نصر. نبي الله هود عليه السلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه هودا عليه السلام إلى قوم عاد، وهم أول قوم يعبدون الأصنام بعد الطوفان، ليدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. وهود عليه السلام هو أحد الأنبياء الخمسة من العرب الذين ذكروا في القرآن الكريم، وهم بالإضافة إليه صالح وشعيب وإسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد اختلفت الأقاويل في نسب هود عليه السلام، فقد أوردت كتب التاريخ الإسلامي نسب هود، فقيل هو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الخلود ابن عاد ابن غوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، وقيل هو هود ابن شالح ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. وقوم هود عليه السلام هم قبيلة عاد الأولى، وهي من القبائل العربية البائدة، وينتسبون إلى الجد إرم، وكانت تسكن اليمن جنوب جزيرة العرب في الأحقاف التي تقع الآن بين عمان وحضرموت، وكانوا يجاورون البحر ويسكنون بين الأودية وجبال الرمال. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. صدق الله العظيم. وقوم هود كانوا أصحاب حضارة لم يخلق مثلها في البلاد، وجعلهم الله تبارك وتعالى أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش، وقد أنعم الله عليهم بالكثير من النعم وأغناهم ورزقهم من الطيبات، فكانت تأتيهم الريح محملة بالسحب والأمطار، فأنشأوا حضارة عريقة، وكانوا يبنون خياما كبيرة ذات أعمدة ضخمة، كما كانوا ينحتون البيوت في الجبال، وسماهم القرآن إرم ذات العماد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم بسم الله الرحمن الرحيم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. صدق الله العظيم. وقد بدأ هود عليه السلام بدعوة قوم عاد، ولكنهم استكبروا واغتروا بقوتهم ولم يؤمنوا بالله، فكان مصيرهم الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. وبدأ العذاب على قوم عاد بانقطاع المطر، فأصابهم الجفاف، فحذرهم هود عليه السلام وطلب منهم التوبة لله. فلما أصروا وعاندوا، عندها جاء أمر الله، وأقبلت ريح من بعيد، فرآها القوم وفرحوا بها، ظن منهم أنها رياح خير وتحمل السحب الممطرة التي ينتظرونها ويطلبونها بتعجل، وقالوا: هذا عارض ممطرنا، ولم يدروا أنها ريح فيها عذاب أليم. فهذه الريح تحمل سحابة سوداء، وكانت علامة بدء نزول العذاب. واتخذ هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين مكانا للاحتماء من عذاب الله. أما قوم هود فراحوا يستقبلون الريح والسحب، حتى فوجئوا بأنها إعصار شديد بسرعة هائلة دخلت تدمر كل شيء في القرية. فإذا القوم العمالقة أصحاب القوة يتطايرون في الهواء من شدة دفع الريح، فتقذفهم لأعلى ثم يسقطون سقوطا مدويا على الأرض. واستمرت الريح 7 ليال و8 أيام لا تتوقف، وكانت أيام نحس على القوم، لم تترك كافرا مستكبرا عنيدا إلا أخذته وأهلكت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. إعداد مجدي فكري، تقديم ياسر نصر.